اقدر اقول واخيرا واخيرا وصلتني فيفا اللي هي اي اي اف سي 25، وصلتني اليوم، فراح نبدي جلد. انا عن نفسي متحمس نبدي الجلد. طول هالفترة دا انشر بيس لان ما كان عندي فيفا، بس هسه جبتها وراح نلعب فيفا وراح نكسرهم وتكس. اني اسطورة، اني اسطورة فيفا. استوى بدت اللعبة بقى لاعبين جيت فريق خايس، ودائما لو اجيهم اقوياء افرقتهم ولاعبين اللعبة مسوي بري اوردر، بس انا ما مسوي بري اوردر. بالقوة بالدفرات وصلتني. طبعا هاي تشكيلتي اللي يسألني ليش ضم دول اللاعبين اللونز الزينين وكذا، ضمهم التحديات الويكند اللي هي فوت شامس، انا اسميها تشامبيونز ليج، تشامبيونز ليج. المهم فراح نلعب هالتشكيلة، نبني فريق شوية اقوى، وراها نطب على التشامبيونز ليج حتى نجلدهم. أنا متحمس، ما أدري عنكم، بس أنا أدري أنا أسطورة، إن شاء الله ما أخسر. أنا خاف أظل أحكي أحكي وضدي هيج ما يرحمني، ولكن الراد نسوي أهداف للتشكيلة وش نسوي بيها وكذا، بس ما أدري صراحة شو أسوي. ف خلنا شيت الجيم رايفلز، أنا متحمس صراحة، لأن أول ما اشتريت اللعبة وصلتني لعبت جيم ورحت عشت حياتي الشخصية، ورجعت من رد تلعب بالليل لقيت السيرفرات مال بلاي ستيشن مسدودة، واستوها رجعت السيرفرات. هسه الساعة 3:30 الفجر عندي، ورجعت السيرفرات. ليش قلت السيرفرات؟ ايش اسمه السيرفرات؟ ايه هي صح. المهم فراح اتشيت بأول جيم ونشوف الخصم، ودعوا لي ما انجلد واجلد ان شاء الله، مع ان فريق صراحة جدا زبالة، بس يلا نمشي الوضع توها بداية. بس المشكلة الكل عالم سوى بري اوردر ولعبيها وفرقتهم قوية اغلبية العالم، بس انا ما سويت لها السنة. ف يلا قول الحمد لله ونشوف اول خصم. شباب قبل ما طبعوا نقاط 950 من 1000، يعني هاي اللعبة احتاج افوزها حتى تأهل للتشامبيونز ليج. اوكي شباب، طبعا انا طلعت اغير الدريسات لان كان نفس الشي، بس هسه غيرتهن وحطيت مدريد ونذرلاند لان كان عندي الوان متشابهة فغيرتهم. وهذا سويت ريسيرش، سويت سيرش مرت اللغ، وهاي طبينا على الجيم. وحطيت انا اخذت الريال لان ما شخصية البطل وكذا، قلت ان شاء الله تشتغلوا وياي. يا رب شخص شخص سهل يا رب. يلا وين الفريق؟ ما تقول لي الكل متحمس منتظر هذه المباراة في فريق الصبر، سعداء جدا. ها شنو الاخر اللي نشوف الفريق؟ هذا عنده بنات التشكيلة. اوكي حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. الله، حتى احتفالياتي ناسيها، انا صار لي يوم العب اللعبه. كان عندي كم احتفاليه حافظها، تحس نسيت كلهم. لا 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 اهدي. هالاند عند هالاند، يو ما لحقنا ولا توبت اللعبه خرب. قوة قوة. اوه حركه الحارس، لا ما صدقون باع اليد الفوق. طبعا هو بس يريد يوصلها لهالاند، هاي كلهم ها ما احب هالحركات. كلش اللعبة بطيئة مال بلاي 5، ما انا صراحة اسطورة بالبلاي 4 اللعبة، بس يلا نتحمل الوضع. يا اخي هالاند مهما كان لون مو لون يبقى هالاند يا اخي، ما يقدرون يغيرون قراري يعني عن ما هو انه بداية اللعبة وهالاند. يروح شرفك. هايلاند عندي هايلاند الفيطي، هو عنده هايلاند هيات قوي اكيد، ما عنده بس هايلاند فريقه كله، اكيد عند البقية هم اسماء جيدة حلوة. لا ما ادري ايش سويت، دسيت الدقة مال الكوكب كليته. لكن لا الله يسليك، الله يسليك،
سمعني، شو سليك صراحة، سليك هدف سليك بابا، بس هي مرضت الطب والله، يعني هاي ما علي بابا، مرضت الطب يعني شو نسوي، هاني ما علي، هاي فيفا وما ترحم، كل فرصة تستغلها لازم، مو مشكلتي. شوف عمرها ما صارت فير اللعبة وياي وعادلة، يلا بقى هذا عنده هارد خرب، بس قريته عند اللي بيتهم وعنوانه وكل شي، بس هدود تام، كل ما اقول هدود تام فيديوهات يبلع جول. ده شوت سو باس، ما شنو هذا، شو غريب ما يمكن حيطلع، لان كلش مبين عليه كاره نفسه، بس لا طلعت صراحة عيب، عندك هالاند وتطلع عيب. يلا خلينا نشوف ايش راح يسوي والله بعد تشكيلتنا جت فاشلة خرب، نجرب هاي، نزلتهم ذولي مو لونز، بلا تصدقون خلي نجرب هذا، صح ما عنده سرعة بس عنده فيزيكال، هنجربه طبعا. شباب شباب طبعا شباب، سويت صفحة على تيك توك وعلى انستغرام، احطها بال شو اسمه، احطها بالشاشة بعد شوية شنو هسه احطها، مركز شباب، اسف والله رجعت لي يا اخي، اوه ماي جاد، لا لا شنقل الدين، كيف فارس عوض ينقذ حارس، شنقذ المطي هذا، الله ياخذ ياخطوني يا اللاعب خرب، هاي الحال اشتريت فيه، راح مدينكم لعبه، روح شرفه تجيبها، لا لا ليش ما طلع لي، شو ركض لي بنص هذا ووقف ورجع، ليش لا نقلات حلوة ممكن تكون فرصة خطيرة الآن، بلا ها ها اوه شيت، سلم لي بلا 4-1، ما علي لو تلعب من البارحة، ها هي انت انجي الادت، المهم خلينا نشيل الجيم من وراه شباب، قبل ما طبعوا نقاط 950 من 1000، يعني هاي اللعبة احتاج افوزها حتى تأهل للتشامبيونز ليج، ليه هاي يمكن جيم مصيري انه توب ديفيجن جديدة وهيجي، بس مع الحماس يا الفريق، والله فريق جيد جدا بالنسبة لفريقي صراحة، فريق حلو، فريق قوي صراحة، مش جد فريق رهيب، بسم الله الرحمن الرحيم ونشيت، مسوي تكتيك ما شاء الله، اللاعبين دي يرغبون، هاي يعني تكتيك مسوي مثل المخابي، الله جزاء، الله اي الحكم، اي يا اخي الطيحة مرة دقيقة شي يصير، حياتي ما انطرد الجوتشي بحياتي ما لعبت الجوتشي انطرد، منو هاي تشوت هويلاند، هل راح يسجلها هويلاند، هل راح يسجلها هويلاند، هل راح يسجلها هويلاند، الله اكبر سجلها هويلاند، اعطيه اعطاه احتفالية هويلاند، هو هويلاند، لا 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 تريد تخسر بالعارضة، هذول النماذج عشان اسميهم قيوية، شنو يعني قيوية، يعني جمع للشواذ كلمة انجليزية لكن بالعربي، لا 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 لعبت بمشاعري، لعبت بمشاعري شباب، لا جيبي حلوة حلوة، الضغط المو ضغط، لان انا ما مسوي لا الترا اتاكينج ولا الترا بريشر ولا اي شيء،
ده اضغط انا بالواعي بقى احركهم. سوي هيك اطلع لي رجع. الله يا اللعبة الله. ايه لا كنت اقدر ارتب بازو كذا بس ما رجع دفاعه وصار كلش جيم. لا ما شنو هاي فريقي قاموا يمثلوا بصراحة جدا. ايش بيهم ترى 2-1 بعدني فاهم صدق تحجوا ترى شهر مو 50 سنت الاولاني فهلا هذا ايش 50 سنت تحشوت لو 2-1 نتيجة مو سيئة لكن دا قدم اداء افضل من هدفه كان هيك يعني فاشل مثله قال عليه 50 سنت والتقيس. الجزء هذا مركزين شوية على الفانس المشجعين اللي هم هي ايه. لا هدف التعادل كرة تعود الى مين علي يتقدم بالكرة للهجوم ابلع لكن فرصة لا تحصل ابلع والله خلطة لا ما خلوني احتفل خلطت بابا بوم ما عليكم طبات الرجل ما عليكم الالوان بقى شلون يلعب المهم. لا لا حلوة لا قولها حلوة اعطيك اياها هذا جميل. الحركة الأخيرة ما توقعتها. إذا دقيقة واحدة مشاهدينا محتسبة كوقت بديل. بيكفورد جي جي اللعب فيفا تحتاج بعض الخبث على قول الدهومي بعض الخبث خبث كروي هذا بالنهاية سويته يعني ليش ريسك ذا جيم وحط اللعبة بمخاطرة خلاص ارجع للجول مسلت وتفوز.